محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نوافيكم كما جرت العادة بملخص الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة، أي منذ مساء الأمس وإلى غاية الخامسة زوالا من يومه 11 يوليوز 2020، حيث تم تسجيل 214 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، 93% منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر أي بدون أعراض، ويصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ الثاني من شهر مارس إلى غاية اليوم إلى ما مجموعه 15542 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا. أما فيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة عبر جهات المملكة والتي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الأخيرة، فقد كانت كما يلي: بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تم تسجيل 55 حالة بطنجة، وبالنسبة لجهة الدار البيضاء ستات، تم تسجيل 42 حالة جديدة موزعة كما يلي: 38 حالة بالدار البيضاء، حالتان بكل من الجديدة وستات. فيما يخص جهة مراكش أسفي، تم تسجيل 24 حالة جديدة، 16 منها بمراكش، 7 بقلعة سراغنة، وحالة واحدة بإقليم الحوز. فيما تم تسجيل بجهة فاس مكناس 51 حالة جديدة كلها بفاس، وسجلت 20 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء كلها بالعيون. أما فيما يخص جهة الرباط سلا القنيطرة، فقد تم تسجيل 3 حالات جديدة، حالتان منها بسلا وحالة واحدة بتمارة، وسجلت 10 حالات جديدة بجهة قلميم ودنون كلها بطنطان، فيما سجلت جهة بني ملا الخنيفرة حالة واحدة بخنيفرة، وسجلت 7 حالات جديدة بالجهة الشرقية كلها بوجدة، فيما سجلت جهة سوس مسا حالة واحدة بإنزكان. أما فيما يخص جهتي درعا تافيلالت وجهة الدخلة وادي الذهب، فلم تسجل أي حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، وقد تم استبعاد ما مجموعه 849052 حالة إصابة بعد إجراء التحليلات المختبرية اللازمة. أما فيما يخص حالة التعافي، فقد تماثل للشفاء ولله الحمد 238 حالة جديدة، حالة أي ليصل بذلك إجمالي عدد حالات شفاء إلى ما مجموعه 12065 حالة شفاء، وذلك بنسبة تعافي تبلغ حوالي 77.6%. لكن مع الأسف تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين مرتبطتين بداء كوفيد 19 خلال 24 ساعة منصرمة، ويصل بذلك مجموع الوفيات إلى 245، أي بنسبة إماتة تناهز 1.6%. يبقى بذلك مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج 3232 حالة، منها 27 حالة صعبة وحرجة. هذه الحالات الصعبة والحرجة تتوزع كما يلي عبر جهات المملكة: هناك 10 حالات صعبة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و6 حالات بجهة مراكش أسفي، حالتان بجهة فاس مكناس، 8 حالات بجهة الدار البيضاء ستات، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة. وتجدر الإشارة إلى أن تتبع المخالطين مكن إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 82285 من المخالطين، لازال منهم 13458 تحت المراقبة الصحية اللازمة. وحرصا على تفادي ظهور مضاعفات أو حالات صعبة بين بعض الفئات ذات هشاشة صحية كالأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والقصور الكلوي أو السمنة المفرطة، تجدد وزارة الصحة نصح هذه الفئات بتجنب الأماكن المكتظة مع عدم الخروج إلا للضرورة، والالتزام في حالة الخروج من البيت بوسائل الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الأقنعة بشكل سليم، مع الحرص على نظافة الأيدي. كما تنصح الوزارة الصحة الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الفئات باحترام واتباع التدابير الحاجزية لحماية هذه الفئة الهشة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.